سريعا بقى، بدء التقديم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية لطلاب الشهادة الإعدادية، ودايما بنشجع طلبة الشهادة الإعدادية يا جماعة في مدارس فنية ممتازة في مصر، في مدارس السويدي، مدارس العربي، مدارس الضبعه، في مدارس كتيره جدا، في وي بتاعت المصريه للاتصالات، وعلى فكره دي بتطلب معدلات مجاميع مرتفعه جدا لانها يعني من 95 لفوق، لانها كمان الحقيقه انها بتصرف وتنفق على الطلبه، وعليها اقبال كبير جدا من الطلبه، واحنا بنشجع هذا الاتجاه لانه اتجاه مهم جدا. دكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم من شؤون التعليم الفني، إذن الضبعة هتفتح إمتى يا دكتور؟ السبت اللي هو النهارده من بداية التقديم إن شاء الله. طلبة الضبعة كام معدل يعني إعدادية؟ أظن 95% أو أكتر، بس هو الضبعة طبعًا دي تجربة في مصر رائدة لكل دول العالم، لأنه بتعمل على إعداد الفنيين اللي بيشتغلوا في المحطة النووية قبل بإعداد هؤلاء الفنيين قبل ما تبدأ المحطة تشتغل بعشر سنين، وده اللي حصل في مصر، إن سنة 17 بدأ قبول الدفعة الأولى، وبيدرس لهم طبعًا معلمين في وزارة التربية والتعليم في أول 3 سنين، وفي آخر سنتين بيدرس لهم دكاترة من هيئة المحطات النووية. خرجتوا إيه كام دفعة يا دكتور من أول ما ابتديتوا؟ احنا حاليا بالمقبل في السنه دي الدفعه نمره 7، لكن الدفعه الخامسه لان هي 5 سنين المدرسه اتخرجت في يونيو 22، وتقريبا كل الدفعه كانوا 75 طالب، 73 طالب منهم عينتهم هيئه المحطات النوويه فنيين في المفاعل النووي الاول. طب ما هو لسه المفاعل ما اشتغلش، يعني لسه احنا في المراحل الاولى، فهل الـ بيتم تعيينهم بالفعل دلوقتي حتى رغم ان المفاعل ما اشتغلش؟ ما هو يعني طبعا شغل المفاعل ما يعني الحكايه ما هيش ساعه صفر وتبدا كل حاجه تشتغل، هو لازم يتركب الاول. يعني لازم الخرسانه تتعمل، فهم كلهم بيشهدوا عمليه الانشاء من عند الاساسات لغايه ما المعدات تيجي من روسيا، والمعدات بدأت تيجي بالفعل وتتركب، ده هياخد لسنة، يعني أول مفاعل هيشتغل سنة 29. التعليم بس بتقولي إن في الدفعات أو كم دفعة تم تعيينها في المفاعل النووي؟ لا، حتى الآن دفعة واحدة اللي هي اتخرجت السنة اللي فاتت في 22. طيب. في يونيو 22 اتعينوا في هيئة المحطات النووية كفنيين لتشغيل المفاعل، مش لازم المفاعل يكون موجود، بيشهدوا التركيب مع الخبراء الروس، هم يعرفوا يتكلموا روسي وانجليزي وعندهم فكره كويسه عن كيفيه المفاعل تركيبه وايه، لان دي خبره مش موجوده قبل كده في مصر. طبعا التعليم الفني بقى وابتدى يبقى فيه اقبال كبير، وابتدى يبقى فيه تغيير واضح في وجهات النظر المدارس الحقيقه للمجهود اللي انتوا عاملينه في المدارس الفنيه. كلمني على المدارس الفنيه الموجوده، وانا عارفه ان عليها اقبال شديد جدا. بص حضرتك، طبعا المقدمه اللي انت قلتيها مقدمه ممتازه، هو احنا الهدف بتاعنا في التعليم الفني ان احنا بنربطه بسوق العمل، فأحد مظاهر الربط ده إن احنا بنعمل مدارس بالمشاركة مع الشركات الكبرى في البلد. فحضرتك قلت كثير منها السويدي والعربي وإلى آخره، احنا وصلنا دلوقتي لغاية 50 مدرسة. 50 مدرسة. أكثر من 50. مدارس وي بالذات مجلس الوزراء مقرر إن يبقى كل محافظة فيها مدرسة، يعني توصل ل 27 مدرسة. عملنا منهم 7 دلوقتي وبنعمل حاليا في ال 20 تاني. لكن الاهم من ده مدام لميس هو ان احنا يعني حولنا المناهج بتاعت التعليم الفني في حوالي 1300 مدرسه الى الاهتمام والتركيز على المهارات. ما تبقاش هي مساله كتاب مقرر بيعتمد على المعرفه، لازم الخريج يكون بيعرف يعمل الشغله، المهنه يكون مجيد للمهارات بتاعتها، ده المهم. فطبعا ده اسلوب جديد، وده الاسلوب اللي اتبعته معظم دول العالم اللي تقدمت في التعليم الفني. فسواء كانت التكنولوجيا التطبيقيه او غيرها بنركز على المهارات. والجديد بقى انه اوروبا والمانيا بالذات طالبه مننا ان احنا نعوض التكنيشنز اللي عندهم ونبعت الطلبه بتوعنا يشتغلوا هناك، فلازم هنبدا نعلم اولادنا اللغه الانجليزيه واللغه الالمانيه
في السنوات القادمة هتبقى دي سمة من سمات التعليم الفني. شكرا دكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني.